أنابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لافتتاح فعاليات معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في دورته 45 والذي نظمته هيئة البحرين للثقافة والأثار في خيمة أرينا بفندق ريتز كارلتون بمشاركة ما يقارب من 100 فنان تشكيلي قدموا أعمالا فنية شملت مختلف أشكال الفنون. ولدى وصول سموه إلى موقع المعرض كان في استقباله الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار والشيخ راشد بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ورجال الصحافة والإعلام ونخبة من المثقفين والفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي. وبعد أن تفضل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بقص الشريط إذانا بافتتاح المعرض قام بجولة في أرجائه وأقسامه استمع سمو خلالها إلى شرح من معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار ومن الفنانين المشاركين عن أبرز ما يتضمنه المعرض من أعمال فنية حيث أعرب سموه عن إعجابه بما يشتمل عليه هذا الحدث الفني السنوي الهام من أعمال تعكس الثراء الإبداعي لدى الفنان البحريني وقدرته على التعبير عن الجماليات الفنية بمختلف المدارس الفنية. ونقل سمو تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه وتمنيات سموه لهم باستمرار النجاح في تقديم أعمال فنية تعكس ما وصلت إليه الحركة التشكيلية في مملكة البحرين من مستويات عالية في المحتوى والرسالة الفنية. وبهذه المناسبة أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن معرض البحرين للفنون التشكيلية بات علامة فنية تجسد الوجه الحضاري لمملكة البحرين وما توليه من حرص على رعاية الفنون مؤكدا سموه أن البحرين تفتخر بأن لديها نخبة من الفنانين التشكيليين الذين أظهروا من البراعة في الفكر والمنتج الفني ما جعلهم على قدم المساواة مع نظرائهم العالميين. وعرب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة عن خالص الشكر والتقدير للشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وجميع العاملين بالهيئة على ما بذلوه من جهود متميزة في تنظيم المعرض حتى يخرج بالصورة التي تليق بمكانة مملكة البحرين. كما أعرب سموه عن شكر وتقديره للشيخ راشد بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية على الجهود التي قامت بها الجمعية في تنظيم المعرض وإبرازه بصورة تعكس ما وصل إليه الفن التشكيلي في المملكة من مستويات متطورة. وهنأ سموه الفائزين بجوائز المسابقة السنوية للمعرض تتويجا لما قدموه من أعمال فنية تتوافر فيها كل مقومات الإبداع متمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتفوق. من جانبها أعربت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بعظيم الشكر وعميق الامتنان لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على رعاية سموه الكريمة للمعرض كل عام منذ النسخة الأولى بما يؤكد دائما دعم سموه المتواصل ولا محدود للحراك الثقافي والفني بالمملكة. كما أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه للمعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقالت إننا نشهد اليوم افتتاح النسخة 45 ما يحمله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله من تقدير بالغ للفنانين البحرينيين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية. وحول جديد نسخة المعرض لهذا العام قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن ما يميز الفن هو أنه غير متوقع ففي كل مرة نجد عامل الدهشة حاضرا ونحن نشاهد اشتغالات الفنانين من رواد ومواهب شابة وهذا العام يشهد أقساما جديدة نسلط الضوء من خلالها على إبداعات الفنانين العرب ورواد الحركة التشكيلية في مملكة البحرين بالإضافة إلى مشاركة مميزة لدور عرض من داخل وخارج مملكة البحرين. يشار إلى أن الفائز بجائزة الدانا لمعرض هذا العام هو الفنان خالد فرحان عن عمله منحوتة بيكاسو أما المركز الثاني فحصل عليه ستوديو شيبرد عن عمل تركيبي بعنوان كرسي والمركز الثالث حصلت عليه الفنانة نور علوان عن عملها الذي يحمل عنوان في الماضي.
الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المعرض ضمت معالي الشيخ راشد الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية والفنان السعودي حمزة صيرفي والفنان أسعد عرابي، كما قام بتصميم وتنفيذ المعرض استوديو عمار بشير للإبداع للإبداع الفني. نحتفل بمعرض الفن التشكيلي في دورته 45 دائما برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، الذي أعطى هذا المعرض قيمته التاريخية في البحرين ومتابعته منذ بداياته الأولى. ربما هذا المعرض أمامك أو هذا المعرض التصويري يرصد الحركة التشكيلية في البحرين والبدايات الأولى لها منذ الإعلان عنها في سنواته الأولى 1972، واستمر هذا المعرض بهذا الزخم. اليوم فرصة جديدة للمشاركات إقليمية. شرف كبير أن يكون المعرض السنوي هذا تحت رعاية سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، والذي باهتمامه يعني نشوف مستوى المعرض في تطور مستمر، وكل المواهب الفنية اللي كانت يعني مستواها يعني متواضع الآن نشوفها مستواها جدا راقي، وصلوا بعضهم حتى إلى العالمية، وهذا اللي الإنسان يفرح لما يشوف هذا التطور من مبتدئ إلى أن يكون الواحد مستواه يعني عالي ومتميز.